لبنان نعود مرة أخرى على العراق. تعرفين نظامنا من كل بستان زهرة نتيجة تشابك الأحداث حقيقة وتصارعها بشكل كبير. حقيقة المشاهد التي تأتي من العراق هي مشاهد محزنة. عندنا حوالي 70 واحد ماتوا في 48 ساعة الأخيرة في تصريحات كانت للحكومة العراقية على مطالب إسقاط النظام. هناك خطوات سنعمل عليها فورا، منها أولا سنجري الأسبوع القادم تعديلات وزارية بعيدا عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للمرأة والشباب. ثانيا دعمت الحكومة تشكيل مجلس القضاء الأعلى المحكمة المركزية لمحاكمة المفسدين. ثالثا تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا إلى النصف وبشكل متدرج ينسجم مع سلم الرواتب من الدرجة الأسبوع القادم إلى مجلس النواب، وأهمية المبادرة الفورية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية ومنع احتكار الوظائف أو التلاعب بها. سادسا وقعت الرئاسات الأربعة على قائمة من خيرة الخبراء والكفاءات في شتى الحقول. رغم الأداء العنيف جدا والذي تم التعامل به مع المتظاهرين، لكن العراقيين كانوا متمسكين بمطالبهم برحيل النظام. لا نطالب بكهرباء، لا نطالب بماء، لا نطالب مشروعة. بل هذه الحقوق مشروعة على الدولة أن توفرها، بل نحن اليوم نطالب أولا بإقالة الحكومة الحالية. مطلب اثنين تغيير الدستور. فإحنا جينا اليوم نريد نوضع حد لهيك مهزلة، كافي، لأن نريد نعيش حالنا حال العالم. 35 سنة صدام أخذ من حياتنا، جدي 16 سنة كملت علينا، يعني 51 سنة إحنا دنعاني، يعني الشاب من عندنا صار شايب وهو بظلم. فأريد نوضع حل، أريد نعيش يا عالم، أريد نعيش. في البصرة في تظاهرات 25 أكتوبر كانت حشود التظاهرات هائلة. قائد شرطة البصرة أعلن عن حظر التظاهر أيضا. بما أنه هنالك حظر للتجوال وبإغطاء قانوني ودستوري كامل يمنع منعا باتا السماح لأي تجمع هذا اليوم، لأي تكتل، لأي تمحور تحت حجة التظاهر أو غير التظاهر، ما مسموح. كل قواتنا الأمنية وعلى رأسها أفواج الطوارئ تتجول في الساحات الرئيسية وتمنع أي تجمع، 3، 4، 5 في أي توقيت يمنع منعا باتا وتفريقهم بالهراوات. ومن العراق إلى الجزائر مرة أخرى، حيث كانت التظاهرات عارمة في كل مكان. Oh, my God.
ومن الجزائر من العراق للجزائر نرجع تاني لمصر اللي كانت تبريرات موضوع المطر غريمة بالنوحة فيها. قرر واقع حضراتكم تبقوا فاهمينه. الحل ايه؟ الحل ان احنا نغير شبكة الصرف. ابو الحل ده سهل، متهيالي ان اي حد من حضراتكم عارف اكتر مني ان ده صعب جدا. هو مش مستحيل بس محتاج فترة طويلة ومحتاج موارد مالية ضخمة بالمليارات عشان تغير شبكة صرف العاصمة. يعني في ناس بتعمل دولة جديدة وعاصمة جديدة أسهل علشان تحل المشاكل دي. كفاية علينا العاصمة الجديدة، اللي في القديمة دول معاهم ربنا يعملوا. قال لك يعوض عليك يا أبو دوم، ده خطأ الناس القديمة. هي دي النقطة، وعشان حضراتكم تبقوا متوقعين انه في اي مرة هينزل فيها كميات مرة كميات مية ومطر بالكثافة العالية دي اللي هي 10 ملي و15 ملي و20 ملي هتحصل نفس المشكلة وهتحصل نفس تجمعات المية، لان شبكة الصرف قدرتها واستيعابها هي 5 ملي. ده خطأ مين؟ ده خطأ اجيال سابقة وخطأ حكومات سابقة. كل عصابة من العسكر تأتي البلاد ترمي باللائمة على العصابة التي سبقتها من العسكر، وكل العصر لما تشوف بصورة إجمالية هو عصر ما يعلم بيها إلا ربنا من أول 54 لحد دلوقتي. عصابات تلو عصابات تلو عصابات، كل عصابة بتبقى متخصصة في حاجة إنما عنوانهم الرئيس هي عصابات. وإن مصر المدنية كانت مختلفة تماما عن مصر العسكرية اللي بالمهلبية. كل ده التعريض ده عشان مين؟ ينجي مين؟ ينجي العميل الصهيوني. تلك حكم العسكري ما بيمشيش غير بشماعات، والشماعات خلصت. كل ده عشان ينجي العميل الصهيوني بتاع شبكة طرق تمسك مصر كده. مش ما تنفعش تقول لي انا شايفك وانا معاك وانا هخلي بالي منك، لا انا بقول لك هعمل لك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده. انا بقول ان شاء الله سنة شبكة طرق. امال ايه؟ امال انا عارف انا بقول ايه. ازاي ومنين؟ ازاي ده ممكن ومنين ده ممكن؟ عندنا مش شركات الجهات اللي تقدر تعمل ايه؟ انت مش واخد بالك ان مصر فيها شركات مولات تقدر تعمل انت عايزه كله؟ والتمويلات يا فندم؟ ما احنا قلنا بقى ثلاث محل. ده الموضوع تبريرات بيسوقها الاعلام، وهي تبريرات مهينه بتشتم كل الناس عشان ينجو العميل الصهيوني. انا عايز اقول لاعلام الخونه امثال ناصر ومطر وغيرهم وغيرهم اللي باعوا الاوطان، انتم في فئه الخائنين. انتوا عملتوا هاله من شويه امطار نزلوا، مفيش مشكله. ايه المشكله لما حصل عندنا شويه يعني عندنا شوية يعني أثار سلبية لفساد قديم، وإحنا شفنا ده بعد شوية أمطار نزلت في القاهرة. إحنا لا ننكر ذلك إن مشهد سقوط الأمطار في القاهرة لمدة دقايق سبب سلبيات كتيرة جدا، ده مش عيب إطلاقا إطلاقا. طب مين السبب في المشكلة دي؟ السبب تميم والناس اللي انتوا عارفينهم. لكن مش عيب النظام القائم، لكن عيب فساد المحليات القديم اللي انتوا منه ومنتمين منه. احنا بجد بنشيد بدور الرئيس ونشيد بدور القوات المسلحة الرهيب، لان احنا القوات المسلحة لما قامت بمشاريع انجزتها في وقت قصير جدا طبقا للمدة الزمنية اللي هي اعلنت عنها مسبقا.